هناك شركات البنوك بتاعتها دبرت لها وبالتالي حصل لها افراجات. انما دوله رئيس الوزراء اعلن ان هو سيتم الاعلان اسبوعيا عن ما يتم الافراج عنه بتفاصيله. نعم. يعني يمكن يوم السبت اللي فات لما كنا في المينا. نعم. دوله رئيس الوزراء اعلن مش بس ما تم الافراج عنه واعلن تفاصيل كل مجموعه من المجموعات. وطبعا كانت الاولويه ما زالت وستظل الغذائي والدوائي ومستلزمات الانتاج. ايه اللي اشتغل حجم الاستفاده للسوق والتصنيع والانتاج بعد ما بدانا عمليه الافراج؟ ايه اللي كان يعني بربع الطاقه؟ هي مش بربع الطاقه، هي خلينا ناخد بطريقه عمليه. احنا واحنا في المينا في اسكندريه دوله رئيس الوزراء اعلن ان تم الافراج بتفضي دلوقتي في المينا مركب فول، مركب عدس، مركب رز. في نفس اليوم البضاعه دي ما نزلتش السوق، ما شفناهاش لسه، ده لسه بتطلع من المينا، لا راحت تتعبى ولا يعني لم تظهر في الاسواق. في نفس اليوم الفول نزل 5000 جنيه في الطن، العدس نزل 7000 جنيه في الطن. ليه؟ كان هناك للاسف يعني انا عندي في اتحاد الغرف التجاريه 5.5 مليون تاجر وصانع ومؤدي خدمات، كلهم يعني في ظهر الدوله وفي ظهر الوطن وفي ظهر المستهلك تماما، ولكن للاسف هناك قله بتسيء استخدام الظروف اللي احنا بنعدي فيها، وكانوا حاجبين بعض السلع انتظارا لارتفاع اسعارها. زي ايه؟ ما كمثال الفول والعدس. فول وعدس. فاول ما عرف ان في افراجات كبيره نازله السوق معناه السعر هينزل. فاضطر ان هو يرمي اللي عنده في السوق بسرعه، وده اللي نزل لي السعر قبل البضاعه ما تنزل. لما البضاعه جت بعد كده السوق استقر اكثر. وبالتالي حضرتك هي الاليه الاساسيه واللي الدوله كلها بتسعى ليه هو ضمان الوفره. انا لما بزود الاتاحه كما وماركات تتنافس مع بعضها الاسعار لازم تنزل. نعم. لما يبقى في نقص في اي سلعه، وابسط مثال هو الدولار. نعم. لما كان في نقص في الدولار كان سعره وصل ل 38. نعم. لما الدوله استخدمت الياتها وطرحت بدائل للمضاربه في الدولار زي شهادات ال 25 اللي حصل ايه؟ الدولار والذهب سعرهم نزل رغم ان الذهب العالمي طلع. انما سعرهم نزل في مصر. نعم. نزل ليه؟ لان انا زودت الاتاحه افراجات في نفس الوقت اديت اليات للي عاوز استثمار امن بدلا من الدولار، وكم كبير من اللي كانوا حائزي للدولار استبدلوه خلال الثلاث ايام الاجازه بجنيه واشتروا الشهادات ال 25. وده حضرتك بتتكلم في معلومات، ده انا واقع واقع. احنا تجاوزنا دلوقتي 120 مليار تقريبا، 150 او اكتر، 150 مليار لحد امبارح. انا لحد امبارح ما احنا لسه ما نمناش بقى يا فندم. الجزء منها كان ناس بتضرب في الذهب فباعت الذهب وده اللي نزل لي سعر الذهب وخدت الجنيه اشترت الشهادات. جزء كان بيضرب في الدولار وللاسف يعني في ناس اشترت وهو ب 37 38 دول خسروا، دول اتخرب بيتهم.